غنجيك من الاخر وقدرت تكرهني مي انا ماشي ضد المتابعين اللي كتدخل الفيسبوك هاد الايام وكتلقاهم كيهضروا على الرياضيين اللي مشاركين في الاولمبياد وكتلقاهم كاتبين جاب الله ما تلفش جاب الله ما غرقش جاب الله ما لا شريف المغرب دوله رائده جدا من الدول الرائده ومن من اقوى الدول الخمسه الاوائل في خسران الفلوس على المستوى الرياضي المستوى المعيشي قدام خسران الفلوس في السنة خدام خسران الفلوس في المستوى الرياضي كبير بزاف حتى المنح ديال ديال الاولمبياد كبيره بزاف ولكن عندنا مشكل في التسيير في ادارة حنا رائدين غير خسران الفلوس اما في انتاج الابطال ما كايناش واحد التصويره شتا ديال واحد في الجيدو ما عرفت ما نعرف ملي كتجي تشوف رئيس الجامعه ديال الجيدو كتلقى ما عنده حتى علاقه بالجيدو تايكوندو بغيت غير نشوف شي نهار داك ديال التايكواندو الابطال البطولات اللي خداو ولا الاحتكاك اللي خدا هو غادي دابا بجوج بنات ما عنده حتى دري 20 عام ولا 30 عام 25 عام وهو في داك في البوست العاب القوى تا هو عندكم واحد ما عنده حتى علاقه بالعاب القوى التنس عندك واحد ما عنده حتى علاقه بالتنس وغاتنتجو ابطال واخا تسناو